ايه بون، هنا شكوى يعني هنا العاجلة. دونك هنا مفتش العمل في وزارة العمل في الجزائر، وبمفتش العمل بمديرية الأمن الوطني، وكذلك مفتش العمل في رئاسة الحكومة. دونك حنا هنا عندنا أعوان شرطة رعيان، راهو لو رعيان دول يا حكمك يقطع لك كواغطك ويقول لك سي بون دوا صاي قطعوا فيهم نورمال. راه يقولوا احنا مركزية صاي، انتم عطيتو لهم الشهريات وعطيتو لهم السلاح ومركزية وعطيتو لهم رقم الضمان الاجتماعي ورقم صاي، ولا قطعوا الناس داروا تنظيم مركزية. وهنا لازم نفتش العمل يعني يكون يونكاجي يتدخل طول الاستخبارات الجزائرية والامن العسكري. انا شوف نحط تحت التصرف تاعكم كامل اعوان الامن اعرهم كامل للتفتيش، كامل نحطهم تحت التصرف مفتش العمل والمحكمة العسكرية والمحكمة العليا في الجزائر وكذلك الامن العسكري. انا نهديهم لكم هدية كامل كامل، راهم كامل نهديهم لكم كامل ونحطهم تحت التصرف تاعكم اللي تقوها حتى يعني بطاقة تاعو مهنية مش هزها ولا فيها التواء ولا مش مكسلة يخرج لما عنده شونيبات يجي عندي للدار، يجي عندي للدار تنبيتو يومين يكملوا يومين قال خلاص هاي روح تروح ضيفتك يومين بزاف داكور. دونك هنا مطرودين يكون حطهم تحت التصرف تاعكم التفتيش. اللي عنده لعبها شيكور وعنده مو وعنده خطو وعنده اي واحد عجبه في حياته يجي يقبلني انا يقول ما نخرجش من الخدمة، ولا يقول انا يعني عندي ما نخرجش من الخدمة، ولا عندي اشياء يعني ارتباطات يعني مع الدولة ولا غيرها. كانش يخرجوا كامل. دوك هنا صورت هذا راه ضربني بدماغ دماغ. هذوك الرعيان اللي مصورين في الانترنت راه الناس كامل تشكي منهم، وراه معلومات باللي راهم يعني كامل راهم متابعين وكثرة فيهم راهم راهين يطردوهم. اللي مصورين في الانترنت صور تاعهم يعني بالتصوير يعني شويه سمعت مؤسسات الدوله فرش الصوت تاعو يعطيك بدماغ نورمال دمغ. رعيان هما رعيان، المخير فيهم ما يدخلش للجزائر العاصمه، ما يخليوهمش يدخلوا الجزائر العاصمه، المنطقه الاداريه في الجزائر العاصمه ما يدخلوهاش بوليس، هذو الجدرميه وكامل رعيان. دوك انا مسؤول انا سامي العقولي انا غير لي كنت دورو يخدعني فيهم واحد يولي يسبونا نورمال رعيان يخرجوا هذو تصور تاعهم ما مديرهمش الانترنت ولي بروتيجي ولي فوتو بروتيجي لي فوتو والله مديريش التصويره تاعو انا قيس الناس راه والله غير قيسوا بدماغات يدمغوا دمغن يعني تصوروهم لي انا باللي باس وتصور الامن كل زيت تصور لازم يفوتوا كل عند المديريه يخرجوا من عند المديريه مع عند المحترفين في الصور اللي يخرجوا تصور ولا يكونوا بروتيزين صور صغيره باش يضربوا الناس من التصويره يضربوا الناس بزاف يخرجوا. هذا الراعي اللي نحوسوا التصويره تاعو هنا راه شكوى رسميه من عندي راه ضربني بدماغ وراه يعني فساد كبير جدا وراه هلكني نشكي منه شخصيا ونقابله في المحكمه ونطلب الطرد تاعو ونطلب التعويض تاعي 4 ملايين سنتيم والله كما يقول تعويض على قضيه الضرب بصور ضرب تحريض الارهاب وضرب مسؤول سامي في المنزل واثناء العمل. ها نحوس على الصورة تاعو دوك نشوفو نديروها هو واللي كيفو الرعيان هادو الرعيان هذه صور للرعيان. انا نهديكم كامل ولا كما قلت قبيل ميرسي بوكو. هذه رسالة يعني موجهة مباشرة يعني للمسؤولين اللي كنا واليوم 24 فيفري 2022 الجزائر تسترجع سيادتها لمؤسسات الدولة وطرد الرعيان. ميرسي.